اتفضل يا فندم. بص يا فندم، في نقطتين اساسيين. المنهجيه اعداد التشريح، منهجيه من البدايه خالص خطا زي ما قال الاستاذ علي. نعم. بس انا هفسر برضه عشان المواطن والمشاهد يتابع معانا. للاسف الشديد لجنه الخمسين اللي عدت التشريعات الصحفيه هي كلها من نفس اللون السياسي. مين ابرز الناس اللي فيها؟ ابرز الناس اللي فيها اعضاء المجلس الاعلى للصحافه اللي هم من اليسار، وجزء من اعضاء مجلس نقابه الصحفيين، وهم ايضا من التيار اليساري. وبالتالي الخمسين واحد لما تيجي تقرا الخلفيات الفكريه والسياسيه ليهم كلهم تقريبا 99% منهم ينتمي للتيار اليساري. وبالتالي ده بيطرح مشكله ثانيه، انه فلسفه التشريع سوف تعكس رؤيه هؤلاء. طبعا. وهذا الفريق يمثل في الوسط الصحفي والاعلام، وحضرتك عارف اقل من 10% من اعداد من مجمل تقريبا، قلنا في حدود 10% من مجمل الاعلاميين والصحفيين. وبالتالي اين الاغلبيه الكاسحه من هذا التشريع؟ تقدمنا كاعضاء مجالس ادارات وجمعيات عموميه لهم بطلب في اكتوبر 2014، طالبين الانضمام لهذه اللجنه او ممثلين عن الجمعيات العموميه ومجالس الاداره المنتخبين. المنتخبين لان دول بيعبروا عن مؤسسات، بيعبروا عننا، يعبروا عن مؤسسات القوميه. كان سندنا ايه؟ انه الماده 212 من الدستور بتقول تنشأ هيئه تسمى الهيئه الوطنيه للصحافه لاداره الصحف القوميه المملوكه للدوله. نعم. طب نحن منتخبون ونمثل الصحف القوميه المملوكه للدوله، اين نحن من هذا التشريع؟ لماذا لم نستشار كصحف قوميه في هذا التشريع؟ فاستبعدنا، تقدمنا بطلب لهم، استبعدوكم وللمجلس الاعلى للصحافه، مش عايزين صوت اخر، ولم يسمع لنا في هذا الامر. نعم. اذا المنهجيه من البدايه خاطئه. التحيز موجود لاهداف تكلم عنها الاستاذ علي، وهي فكره التكويش والسيطره. كيف عكس هذا بقى داخل التشريع؟ الماده 199 بتكلم عنها الاستاذ علي، 200 بتاكد هذا الكلام. هؤلاء الناس يريدون ان يمددوا لانفسهم كمجلس اعلى للصحافه لمده تقريبا لحين تشكيل الهيئات الثلاثه. أيوة. وبالتالي يقعدوا فتره اطول من الزمن لتجهيز الرؤيه والبيت الصحفي والهيئات الجديده للمشاركه فيها، ووضع اسماء بعينها من اعضاء المجلس الاعلى للصحافه الحاليين اللي هو من نفس التيار السياسي، بهدف إن هو يبقى مسيطر على المؤسسه القوميه تاني، يستمر سيطرته وفرض النفوذ. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى الاخطر، انه قال لك انه نقابه الصحفيين تسمي اعضاء عن الصحفيين في الهيئه الوطنيه للصحافه. طيب المجلس الاعلى برضه، وهو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصحافه. طب في نقطه منهجيه جدا وخطيره. نقابه الصحفيين تمثل الصحف الحزبيه والخاصه والصحف المملوكه للدوله. يعني لا، الصحفيين فيها كم واحد مملوكه للدوله؟ بالظبط. فيها اثنين، هقول لحضرتك، واحد من الاهرام واحد من الاخبار. النقابه عدد صح. اعضاء صح بالظبط. طيب. عدد اعضاء، يبقى ما عنديش حد ممثلني غير اثنين. هقول لحضرتك اللي هو عدد، هو ايه عدد اللي هو تسعة يعني 90% من قوة نقابة الصحفيين. بص يا فندم، مؤسسات القومية 52% من إجمالي الأعضاء في نقابة الصحفيين من صحف حزبية وخاصة، و48 صحف قومية. تمام. إذا أنا لو أعطيت النقابة هذا الحق كأني بدي حق إدارة الصحف القومية المملوكة للدولة بالتعارض مع المادة 212 من الدستور لنقابة الصحفيين، وده مرفوض الحزبية والخاصة، بنرفض. وبالتالي نقابة الصحفيين تدين مؤسسة، وبالتالي كأنه نقابة الصحفيين اللي هي تخضع لاعتبارات الانتخابات والصراع الانتخابي والتيار يعني السياسي والمصالح الشخصية والأصوات يعني، إنها تدير المؤسسة القومية المملوكة للدولة من الباطن من خلال الممثلين في الهيئة الوطنية للصحافة اللي هترشحهم نقابة الصحفيين. هذا امر مرفوض تماما، لانك انت كده بتنتهك الماده 212 من الدستور اللي بتقول هذه الهيئه تخص الصحف القوميه المملوكه للدوله. طيب هاخد مزاق. كيف يمكن لحد صحف حزبيه، صحف خاصه، يشارك في اداره الصحف القوميه المملوكه للدوله؟ هذا امر يتعارض مع نص الماده 212 من الدستور. طيب اروح لايمن. اتفضل.